تساعد صناعة الرياضة منطقة تشونغلي على التخلص من الفقر، فقد جلب لتشونغلي تحديدها كحلبة المسابقات الرئيسية لألعاب التزحلق على الثلوج في أولمبياد بكين الشتوي لعام 2022 فرصا كثيرة. تقع منطقة تشونغلي في مدينة تشانغجياغو بمقاطعة خبي، وعلى بعد 200 كيلومتر في شمال غرب بكين. تقبع هذه المنطقة في منطقة التلال، ويقوم السكان المحليون بالزراعة. في عام 1996 مع تطور صناعة التزحلق على الثلوج في منطقة تشونغلي، بدأت حياة الناس تشهد تغيرات. أصبحت أراضي القرية مقصدا رائعا للتزحلق على الثلوج، وأصبح القرويون عمالا بعد توقيع عقد الأعمال. الآن يوجد في كل أسرة عضو يعمل هنا. في الوقت السابق ما كان لدينا شيء إلا الزرع والبقاء في البلد، أما الآن فتستطيع أن تجد عملا سواء كنت من الكبار أو الصغار. منذ اختيارها كحلبة المسابقات الرئيسية لألعاب التزحلق على الثلوج في أولمبياد بكين الشتوي لعام 2022، أصبحت هذه المنطقة مقصدا سياحيا. في ذلك الوقت ما زال يوجد 16.8% من الأشخاص الذين عاشوا تحت خط الفقر. اتخذت هذه المنطقة الأولمبياد الشتوي فرصة، ووضعت جوهر أعمال دعم الفقراء في تأسيس الملاعب السكية لتقديم فرص توظيف أكثر. الآن في هذه المنطقة 7 ملاعب سكية وتقدم نحو 30,000 وظيفة. شيت يينغ الذي يبلغ 35 سنة من عمره هو أحد الأشخاص الذي كان يعمل حارسا للأمن، والآن هو مدرب للعبة التزحلق على الثلوج. تحولت من فلاح إلى مدرب للتزحلق على الثلوج. لا أعلم الأولاد التزحلق فحسب، بل أشارك في المسابقات العالمية وأدرب عليها. هذا شعوري بالسعادة. لا يحسن تطوير صناعة الرياضة شروط حياة المحليين فحسب، بل يجذب الكثير من الشباب إلى هنا للأعمال. لي جيان جيانغ كان يعمل في بكين، وعاد إلى منطقة تشونغلي في عام 2015، والآن هو مسؤول في قسم تقنية المعلومات. الآن أستطيع أن أعود إلى بيتي لمرافقة أهلي كل يوم، وأستطيع أن أرافق ولدي وأبوي. في نفس الوقت أستطيع أن أبذل جهودي في تطوير مسقط رأسي، وأظن أنه شعور السعادة الأكبر بالنسبة إلي. مع تشغيل السكة الحديدية لمنطقة تشونغلي ستتطور منطقة تشونغلي باستمرار.